قول يا وجودي كل ما شفت نور الفجر بان وجد عود واخذ تبله لحد ردها. السلام عليكم، انا طلال. كلكم كتبتوا لي في الكومنت طلال ما في مقدمه سويتها زيها. اقول لكم حركات، ها شفتم كيف حزين مسكين انا. سوينا مسابقه في الحلقه البيض اللي فاتت، والفايز معانا تقدروا برضو تشاركوا على الفيديو هذا، ولا حد يعلق على شعري، اوكي؟ تقدروا تشاركوا برضو في الكومنت تشوفوا يعني اذا تقدروا تفوزوا ولا لا. نشوف الحلقه الجايه اذا تقدروا تفوزوا ونجرب، شوف يمكن حظك حلو زي لا. قبل ما نبدا فيديو اليوم لا تنسى تسوي لايك واشتراك وفعل زر التنبيه برضو. اول مره اقولها بس انه واو والله كلمه جيده. فيديو اليوم راح نشوف اذا اليوتيوبرز او المشاهير بشكل عام اللي عندهم حسابات في التيك توك ايش يسووا في التيك توك؟ هل هم مضحكين؟ هل هم حزينين؟ وسيمين؟ زبالين؟ نشوف اليوم، نكتشف اليوم، الحقائق توضح. بسم الله. اوكي والله خفت من حاجه بس انه لا ما يحتاج اخاف. اوكي المشهور الاول اللي معانا با ابو فله. اوكي ابو فله هو فعليا يضحك يعني في اليوتيوب، وبرضه انه يضحك في التيك توك. جود فور يو. مشهور الثاني اللي معانا توبس. دراسات غريبه الجزء الاول، غالب الظن اذا شفت شخص جالس يتثاوب راح تتثاوب وياه بشكل تلقائي. ها تثاوبت ولا باقي؟ طبعا غالبا اذا ما تثاوبت انت جالس الان تحاول تقنع نفسك انك ما تتثاوب، بس ما اتوقع الموضوع راح يطول وياك، ما راح تقدر تقاوم. اذا ثاوبت اكتب لي بالكومنت، واذا عاد ما ثاوبت وفككتها خلاص انت خربت ابو النظريه ما ادري الدراسه. ما ثاوبت. اوكي توبز وهنودي واضح انهم مرعبين على تيك توك. مشهور الثاني اللي معانا متميلح الكبير ابو ماجيك. حبيت انه هو يتميلح بس في النهايه اداك حركه ال انا فني حصان. مره النظاره مو لايقه ولا السلسله ولا الحلاقه. ثانك يو ابو ماجيك. حبيت الحركة، حبيت جتني ريحة من كثر ما حبيتها، شكرا. مشهور اللي بعده معانا مؤيد بغدادي. شيء جميل بحرف الالف انا، شيء جميل بحرف الباء بعد انا، شيء جميل بحرف التاء ترى انا، شيء جميل بحرف الخاء خلاص قلت لكم انا، خلاص يا جماعه غصبا لا في احد ثاني. حبيت حركه اللي يشوفه بطني بس بلفه. معلش مويد والله حبك. المشهور اللي بعده موها. ليش الشوز في سلاسل؟ ليه؟ وليش شعرك احمر؟ سعاد ايه؟ فين ابو عصام؟ اوكي مو واضح انه هو يضحك في اليوتيوب بس انه تيك توك شخص ثاني او جنس اخر يعني. المشهور اللي بعده اوكي ما اعرف مدري ايش برناوي ما اعرف ايش اسمه نسيت والله. تشبه هذاك اللي في مسامير تنقيب نفس وجهه بالضبط. السلام عليكم. التيك توك فن تيك تاكا جاي علم الناس كيف يسوي تيك توك. ايش الفوضى اللي قاعد تحصل هنا؟ تكتكوا هذا الناس اهو. التيك توك مره فن والحكه برضو فن في نفس الوقت. سلام عليك. طيب المشهور اللي معانا بعده دستور. اوكي من الواضح ان دستور برضو يعني ينرفزني في اليوتيوب وينرفزني برضو في التيك توك. شكرا دستور. ما ادري حتى ليش قاعد يطلع لسانه.
طيب عزيزي المشاهد، الحين قل لي ايش استفدت من التيك توكة اللي شفتها توك؟ بالله قل لي، ما ابغى هو يجاوبني، انت جاوبني. لما تشوف شيء زي كذا في التيك توك ايش تستفيد؟ ملابس داخليه، شعر حلو، اغاني حلو، رقص، الله يسامحه. بس طيب المشهور اللي معانا بعده حبيب الكل، مجرم جيمز. انا عارف ليه ضربك ابوك صراحة، ممكن عشان انت ما تعرف تسوي داب. ايش الداب ذا؟ اسوأ شخص يسوي داب في الدنيا. والله المايك مغطى عليه الشاشة. اوه وي، المشهور الرهيب اللي معانا بعده بندريتا. ما توقعت مدمية ابدا، مو بندريتا. ايش بكم انتم؟ اوكي ما اعرف اسم المشهور هذا، مع احترام الكبير له، بس انه اوكي. من التيك توك هذا اكتشفنا انه المشاهير بيضربوا راسهم في الجدار. اوه فيديو ثاني الموها، دقيقة بالله. ايزو سكينا توكو داي نيرو زينيتسو وا دوتشي غا ايي. اوكي لابس جاكيت اتوقع حق مطر، شعره لونه وردي واخضر، ولابس طوق في ارنب ولا دبدوب، ايش هذا بالضبط؟ اوكي لا تعليق. اوكي المشهور اللي معانا مو مشهور، مشهورة. اوكي رغدة. اوكي ليش اللي معك شعره ازرق والكل صار بيصبغ اللي انا؟ انا استفدت ايش الحين؟ ايش استفدت؟ بالله ثلاثة يحضنوا بعض وجوال. اوكي لا دقيقة في مداخلة هنا من اخت موها. ايو اغلي تشيك سايك بيتش ام كيوتس فوك. اوكي اللي ما فهم الكلام اللي انقال انه اوه اغلي تشيك يعني اوه يعني حتى كيف ترجمها؟ ما تترجم. عزيز تبغى تقول ان هي مره كيوت، بس انه دقيقه فيديو ثاني من اخت موها معلش. ممكن تطلع في حلمي؟ بعدين ايش كمية السلاسل هذه كلها اللي انا شايفها؟ اوكي انت بنت تقدر تلبس سلاسل بس انه زي كذا؟ بعدين هذه انا ما اشوف الا على كلاب، اول واحد عرفت يلبس زي كذا الكلب اللي في توم اند جيري، ومعايا هذاك اللي يسحب الحديد كذا كان جرجرت امها في الغربة. الله الله يهديها، الله يهديها. اوه المشهور اللي بعده جودي سكيت. جودي صاحبي اعرفه من زمان، بس انه هو اكثر انسان سيء في التيك توك، حتى التيك توك هذه جدا سيئه. في مقطع هنا المجرم جيمز. والله وزغه. دقيقه مين هذا؟ دقيقه معلش بس دقيقه في مداخله. اوكي اغنيه عشق على لحن ديسباسيتو ارفعوا تعليقي، هي صورت على تعليقك ايش تبغى اكثر من كذا؟ ما اعرف اغنيه عشق للاسف، لكن اعرف اغنيه مره حلوه على لحن ديسباسيتو يقول لك موجو نزل أغنية حلوة ومرة لذيذة تلاقوها في صفحته يا أحلى تلاميذة. يلا تلاميذة، فوق ما أنه شعرك سيء برضو كلماتك سيئة صوتك أسوأ، ما في أحد عرف يغني ديسباسيتو غير لولي. أما جيتو لاتيل هذا ترى أنا سويته، شالو على طول وأكلو يخرب بيتو. اللي عنده اعتراض ينزل تحت الكومنت قوم فايت، ما في مشكلة. توقع بس هذا اللي قدرت احصله في التيك توك. الشيء الوحيد اللي اكتشفته انه فعليا البرنامج هذا حتى لو انك انت مشهور دخلت البرنامج هذا مستحيل انك تكون كرياتيف، مستحيل تكون مبدع ابدا. عندك ما ادري كم 10 ثواني تقدر تصورها وتحط على ما توقع تقدر توصل لشيء، انك تسوي شيء مرة كرينجي يا انك تسوي شيء زي الدستور. يعطيكم العافية مشاهدة، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، برضو سووا يعني كذا كومنتات عشان تطلع في الحلقة الجاية. كان معكم طلال، مع السلامة.
طيب تنبيه بسيط بس يا شباب، اوكي غيرت لبسي وشغلت بكيف، الدنيا حايسه كلها وشايل المايك حتى في يدي، بس كنت بقول انه لا حد ياخذ الفيديو هذا مره بجديه. نفس الوقت اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش الفيديو اللي تبغون انزله الجاي، اكتبوا لي برضه الافكار اللي حابين اسويها وبس. شكرا على المويه المجاريه، خلي اللي فيها مكفيه، كومنت لايك اشتراك الكريم اللي بدي اياه، كل يومين فيديو فيها. او ثانكس ماما سيدا، ما يحتاج بسوي لايك، لو تبغى تتحول شيتها.